الساعة 12 النهاردة هتقولي مين كل سنة وانتي معايا. اصل دي مراته اللي جنبه دي وعياله اللي حواليه دول. اليوم ده يوم الجمعة الموافق يوم 31/12 الساعة 10 قبل السنة الجديدة ما تبتدي. بسم الله يا جدعان. تقريبا ده شوجر فري وكالوري فري تقريبا. عندي نتفلكس وعندي ابل تي في. اكيد رايح ربنا. معرفش. خد ان هو محل الستيريو. جربت بتاع ده قبل كده صح؟ انا جربت الاخضر منه. انا جربت انت ده. ايه ده؟ انا عايز اطول منه العظيم. عيب جرين بس عايز اطول منه العظيم. الحلاوه دي. حلو فشخ. انا جربت منه الاخضر بس قبل كده. تحفه بصراحه. مش عارف هو ها؟ سوسو. بيه؟ متكبوا فين هو؟ طب ما توريهوني كده. وروني وروني الله ده انت اللي مركبه ده يا سيزو؟ مصطفى ورفقه حلو قوي. هو ده عباره عن ايه يا سيزو؟ ظابط. فين دماغه ده؟ انا مش شايف ظباط بصراحه. طياره ظباط اوكي. عايز تطلع ايه لما تكبر؟ ظابط. ظابط؟ كلنا كنا عايزين نطلع ظباط. الساعة 12 النهارده هتقول لي مين كل سنة وانتي معايا؟ مراتي يا جدعان. أكيد طبعا هيقول لي طبعا يعني. كده مش حيبان. أيوه كده. باينة السنة بسيطة. ايوه كده 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 سيسو يدي الكراسة دونا عشان تبقى سيسو. ايوه يا سيسو. لا لا كده كتير والله كده كتير. اوه ماي جودنس. الساعة لك كوفي؟ لا شيل الغطا صح. انا حاسس الغطا. اضرب 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 الكوفي. ممكن. اضرب محدش شايف منها حاجه. فلوس الدروس وما رحتش الدرس. يا لهوي ما تعدش يا شبي. ما بعدش يا شبي. طب عملت ايه بيها؟ آه عملت ايه؟ رحت لعبت في وندر لاب. استنى بقى محمود بص رجعها تاني. لا بصوت عالي. قول بصوت عالي. اسمك ايه؟ محمود. انت هتحور. انت هتحور. فاكر اول واحد كلمك على الموبايل اول ما اشتريته؟ كنت طبعا مش فاكر. اول شخص كلمك على الموبايل؟ اول شخص خالص. اولى كليه. انت كلمت مين اول حد على الموبايل؟ هتلاقي موزه اكيد يعني. انا اكيد بابا. اكيد بابا. انا اكيد بابا. اكيد يا بابا يا مصطفى يا مدحت. احنا مالناش دعوه. مدرسه. اوه كانت انا كده بس تبقى ممثله او مغنيه. يا ولد استنوا بقى سمعوني. طب انا هعملها دلوقتي. استاذ الموبايل كلم اخوك او اختك حالا وقول له ان انت بتحب. قول له انا بحبك وقول لنا رد فعله ايه. هتكلم رامي. عارفه هيبقى رد فعله ايه؟ هقول لك عايزه ايه. ايوه عايزه ايه؟ لا مش عايزه. عايزه كام؟ بصوت عالي. لسه ما روحتش. لا بصوت عالي. صوتك يا عم. لما انا سالته لما انت سالته بص ولكن في المقابله تتخلى عن اصحابك وعيلتك هتعمل ايه؟ تاخد الكنز ولا تتخلق في المقابل؟ عن اصحابي وعيلتي ولا اصحابي وعيلتي؟ اصحابك وعيلتك. مش هتعرف حاجه في المقابل انك تاخد الكنز. كنز بقى قد ايه يعني؟ كنز كبير كبير. على حسب الكنز. ياخد الكنز. اصحابك وي ولا او؟ وي يعني كل اللي تعرف كله خلاص. هتعيش لوحدك بالكنز يا محمود. بس. طب الكنز قد ايه؟ باي. مش هاخد الكنز طبعا هخلي الناس اللي عرفتني. محمود انت غصب. والله ما اعرفهم. ها
انا عارف طبعا مش مستنيه ليه؟ يلا اسمعوا اسمعوا بصوت عالي ايه؟ لا ما تنفعنيش بس ماشي ايه؟ اقل مده قعدت فيها في شغل اقل مده اشتغلتش اصلا يبقى مثلا اسبوع تريننج زيرو سالب واحد. لا يا رشا ممكن تعتمد على انت قلت لي مش عارف دخلتي مره كده لا دخلتي مره مش عارف ايه لا دي دراسه ما كملتيش فيها ما فيش مش ماشي ماني رومي اه رومي انا بحبك ليه شكرا والله العظيم على الهاني قبلك ايوه اديله يا زيزو برافو لا سيدي ماشي خلاص خد اليمين الله 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 في اشكال لو عايز اشكال في اشكال كمان ايوه انا عايز الحمراء اللي تحت دي تعالي هي دي ايوه عرفت توصل ايوه الله الله دي جريكولا جريكولا انا عايزه معطر ايه ده ما هذا ما هذا يا رشا؟ جيلي كولا؟ لا لا ثانك يو ده حلو قوي ده عايزه ايه؟ جيلي كولا حاضر جيلي كولا ماشي هات جيلي خد واحده جيلي كولا خد اثنين خد ثلاثه جيلي كولا هات جيلي كولا لا خد واحده ليك واحده بس كده حلو طب هي دي اللي فيها من القعده مش كولا كده كده كمان انا عايزه اكلها ولا ايه؟ هنضعف ولا ايه؟ بستشير الجمهور ليلة رأس السنة دي دايما بتيجي بعد عيد ميلادي بأربع أيام تقريبا وأنا عارف الناس هتقول لي أنت بتحتفل بالنيو يير ومش بتحتفل بالنيو يير يا جدعان ده مش احتفال ده بس مجرد إحساس ببداية سنة لا أكتر ولا أقل كان يوم لطيف جدا بصراحة رحت قعدت مع إخواتي عندهم في البيت زي ما أنتوا شايفين كده ودايما في الوقت ده بحط الوش ليست أو أمنية الأحلام اللي أنا عايز أحققها في بداية السنة الجديدة كتبت حاجة كتير قوي منها ان انا ان شاء الله اكون خلصت كتاب الطبخ بتاعي اكون اتوثقت باذن الله على التيك توك اكون مؤثر اكتر في المجتمع واكمل في شغلي اللي انا بحبه ودعوا لي كده ربنا ياخد بايدي والاقي بنت الحلال واتجوز وبس ده الفلوج بتاع النهارده يا رب الفلوج بتاع النهارده يكون عجبكم ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات اللي عايز يشتري ملابس رياضيه في كود الخصم ماجتان واللي عايز يتابعني اونلاين يبعت لي رساله على الانستغرام اشوفكم الفيديو التكيه سنة سعيدة عليكم وانا عارف اني متأخرة بس اشتركوا